السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ترحبوا إخوة والأخوات المتابعين لنا على موقع إلكتروني forgestion.com أو على صفحة الفيسبوك forgestion أو على قناة اليوتيوب forgestion. اليوم إن شاء الله مع درس جديد، فيديو جديد. نشوفوا إن شاء الله في هذا الفيديو كيفاش نسولديو لي كونت كليون أو فورنيسور في لا بنك أو في لا كاس. نبداو على بركة الله. ديما تنحب نبدأ بأول حاجة programme, tous les programmes, démarrer tous les programmes ciel. Je vais vous montrer le nom de l'Indiana qui va vous montrer le logiciel à la première fois. Je vais vous montrer le logiciel de la société. Je vais vous montrer plusieurs sociétés. Tout le monde a fait la création. Je vais vous montrer la comptabilité. Je vais vous montrer la comptabilité. Cliquez là. On dit OK. Je vais vous montrer. كمان باقي متبعين معنا في لاشار اللي دوزنا وفي لي فونت دوزنا لي زاشار ودوزنا لي فونت. نمشيو نشوفوهم في ليست ديسكريتور موفمون. عندنا لاشار وعندنا الفونت. لاشار دوزنا في شهر واحد ولي فونت دوزنا في شهر ثلاثة. نمشيو نشوفو لي زاشار ديالنا. دوبل كليك دوبل كليك. Voilà les achats les aidna. 12 na 3 achats. Premier achat 12 na Reda. Les quel montant d'y est là? 360 TTC. Deuxième achat, je l'ai nommé Karim. Les quel montant d'y est là? 470. Troisième achat, je fournisseur Amin. Les quel montant d'y est là? 740. Et les aidna 3 clients. Reda 01 Karim 02 أمين 03. يعني احنا عارفينهم الاول 34 45 11 0001، ثاني 44 11 0002، والثالث 44 11 0003. هادو هما اللي غادي نسولدي في لا بونك. نفترضوا ان هاد المشتريات كاملين اللي شرينا اللي زاشي دوزناهم في شهر واحد غادي تخلصوا في شهر ثلاثة بارشيك. كل واحد فيهم خلصني بارشيك، والشيك غيتخلص في شهر ثلاثة. يعني الشيك داز تخلص في شهر ثلاثة. حنا طبعا فاش نبغيو نسولدو لي كليون لي فورنيسور تنتبازاو على الغولفي بونكير. تتبان لنا في الغولفي بونكير امتى خلص باش ندوزو ليكخوتور في لابونك. دابا غنمشيو بركة الله لابونك وندوزو ليكخوتور ديال السولداج ديال لي زاشاي، سيتادير غنسولديو لي فورنيسور اللي عندنا. قبل ما نخرج ندير ديما بغويار تنست. غنمشيو 6 كيلومتر وغنفتح جورنال دبونك وغندير لادات ديال شهر ثلاثة اللي تخلصو فيه لي فاكتور اللي تشراو في شهر واحد. ديما غندير آخر نهار في شهر ثلاثة اللي هو 31 03. طابيلاسيون ديما نمشي بطابيلاسيون. نفترضو ان بخومي فاكتور تخلصات في نهار 10، يعني فاكتور الاولى شرينا لاشر الاولى شريناها من عند رضا تخلصات في شهر 10. غندير نهار 10 تخلصات في نهار 10 في شهر 3. غندير 10 0 3 طابيلاسيون. هنا غنكتب الكونت ديال فورنيسور 44 11 ثلاثة الأصفار واحد اللي هو رضا طابيلاسيون. هو ديريكت عطاني رضا، لكن أنا ما نكتبش في لي بيلي رضا. غنكتب ريغلومون فاكتور نيميرو وغندير النيميرو ديال لا فاكتور اللي غتكون هي 123 وسميت الفورنيسور رضا. إلا كان عندي في هذه الحالة حتى النيميرو ديال الشيك نقدر نزيدو، ندير شيك نيميرو ونكتب النيميرو ديال الشيك مثلا. نمشي بالطابيلاسيون نمشي للديبي. كما عارفين حنا باش نسولديو الفورنيسور تحطوه في الديبي. الفورنيسور فلاشا تيكون في الكريدي، فاش بغيت تسولديه في لابونك ولا في لاكاس تحطو في الديبي. وندير المونطون ديال الديبي اللي هو 360. اونطري. في هذه الحالة
حنا كنا في اول ما كرينا لو كونط لو جورنال ديال لا بانك ربطناه مع الكونط ديال لا بانك يعني ولا الجورنال ديال لا بانك مربوط مع الكونط ديال لا بانك يعني وقت ما ندخل لا بانك هذا الكونط غيعطيه ليا ديريكتومون في الجورنال غنمشي انا شنو غندير غنمشي ندير غير كونتر بارتي كليك على كونتر بارتي فوالا كليكيت شوف واش خرج ليا نيميرو دو كونط ديال لا بانك نفس لي بيلي و 360 لا كونتر بارتي يعني انا عطيت دي بي هو عطاني كريدي الا عطاتو انا الكريدي عطاني دي بي ونمشيو نسولديو ثاني مثلا اللي هو طابيلاسيون اللي هو كريم نديرو كريم شهر في نهار 15 3 ونمشي ندير هنا الكونت ديال كريم اللي هو 44 11 3 2 طابيلاسيون شي غير تنديرو تندير طابيلاسيون تيعطيني هنا سميتو فونيسور كريم تا هو فونيسور كريم غندير لي ليبيلي ديالو غندير REG يعني ريغلومون فاكتور نيميرو وغندير نيميرو الفاكتور اللي هي 124 وغنذكر فونيسور كريم ونفس الشيء إذا كان عندي الشيك نيميرو غندير نيميرو ديال الشيك اللي تخلصت به ندير طابيلاسيون غنمشي للديبي المونطون ديال كريم تي تي سي هو 470 ندير 470 اللي غنسولدي اونتري نمشي ندير كونتر بارتي عطاتو الديبي عطاني كريدي فالا كونتر بارتي نمشي ندوز طابيلاسيون تنكليكي ديما على اخر اوبيراسيون باش ندير اونتري ديني لا لين الثاني نمشي ندوز دابا فورنيسور امين يعني فورنيسور الثالث نسولدي حتى هو ونفترض انه خلصني نهار 20 في شهر 3 طبعا حنا تنتبازاو في لادات دو ريغلومون على اللي كما قلت قبيله على الغولفي بونكير يعني في الغولفي بونكير تنشوف امتى الشيك داز لا بونك اين شهر واش 3 4 5 وتمشي نسولدي في نفس الشهر اللي داز فيه وبنفس التاريخ اللي داز فيه حنا افترضنا هادو كاملين خلصونا في شهر 3 اخر فورنيسور خلصني نهار 20 في شهر 3 دازو عندي الفلوس لا بونك ديالي طابيلاسيون ونسولدي 44 11 3 الاصفار 3 اللي هو امين طابيلاسيون كتبات فورنيسور هنا امين صافي غنمسح ونكتب ريغلي فاكتور نيميرو وكانت 125 فورنيسور كريم وكذلك نقدر ندير شيك نيميرو تا هو النيميرو ديال الشيك ديالي طابيلاسيون المونطون ديال كريم 640 اللي كنا تيتسالنا كريم 640 درهم حنا فيرسيناها ليه في شهر 3 داز خرج في الغولفي بونكي بين الفلوس خرجوا من عندنا في شهر 3 باش ندير اونتري ونمشي وندير لا كونتر بارتي كليك على كونتر بارتي ويعطيني كونتر بارتي ويا لا بونك ب 640 في هذه الحاله شفنا حنا كيفاش لي فورنيسور ديالنا خلصناهم في لا بونك كيفاش دوزنا الجورنال ديال لا بونك المرحله الثانيه غنشوفوا لي كليون حتى لي كليون نسولديهم في لا بونك ساليت هنا غنخرج من هذا الجورنال ديما الا كنت غنخرج من الجورنال تندير بغويه عندنا في لي كليون نجيب وكريم يعني في لي فونت حنا لي فونت اصلا درناهم في شهر 3 امتى غادي تخلصوا نفترض ان لي فونت ديالنا تخلصوا في شهر 4 يعني لي كليون خلصونا في شهر 4 غنبقى في نفس الجورنال لا بونك مثلا الا كانوا خلصونا بار شيك لا بونك جورنال بونك ونمشي ولكن حنا نحاولوا نديرهم جورنال كيس باش توضح اكثر نمشي جورنال كيس نمشي بالطابيلاسيون وندير اخر دات عندي في شهر 4 هي 30 4 خلصونا في شهر 4 بعدا لهم في شهر 3 وخلصونا في شهر 4 ونمشي مثلا كليون الاولاني اللي هو نجيب خلصني مثلا في نهار 24 في شهر 4
24 4 طابيلاسيون غندير النيميرو دو كونت ديالو 34 21 ثلاثة الاصفار نجيب اول واحد غندير ليه واحد طابيلاسيون تما باش نكتب نكتب ريغلومون ولا نكتب انكاسمون يعني حنا فلوس دخلناهم لي فورنيسور خلصنا ودرنا الريغلومون فلوس هنا دخلنا ونديرو انكاسمون فاكتور نيميرو نكتب نيميرو دو فاكتور طبعا لا تكون 120 مثلا فورنيسور فاكتور نيميرو 120 وندير كليون وندير سميت الكليون اللي هو نجيب وهنا راه كتبات لينا اصلا كليون نجيب طابيلاسيون هنا غنمشي للكريدي كليون في لاشا في الفونت تيكون في الديبي فاش غنسولدي غيكون في الكريدي في الكريدي وغندير المونطون ديالو اللي هو 1000 و 200 ندير اونطري مزيان هنا هنا عاوتاني غندير كونتر بارتي فوالا غيعطيني لا كاس نفس لي بيلي عطاني لا كاس في الديبي دخلوا لها الفلوس كذلك غنمشي نسولدي الكليون الثاني اللي هو كرم افترضوا ان كرم خلصنا في نهار 28 سلاش 04 طابيلاسيون غنجيو غنديرو الكونت ديالو 34 21 ثلاث الاصفار جوج طابيلاسيون هاد حديد الطابيلاسيون عطاني هنا كليون نجي بقات يعطيني كليون نجي حيت لي بالي ما تبدلاتش ندخل وندير لي بالي انكاسمون فاكتور نيميرو 122 مثلا كليون 40 طابيلاسيون ديما ديبي كرام تتسالوه 2400 ندير اونطري ونمشي ندير كونتر بارتي غيعطيني لا كيس دخلت ليها 2400 هنا 2400 دخلت في لا كيس وهنا 2400 دخلت في لا كيس لكن هو هنا ما خصوش يعطيني كليون نجيب خصو يعطيني كليون كرام نقدر انا يمكن دخلت نفس الكونت عطيتو نفس السميه نشوف بلون كونطابل مزيان من تصادفاتنا بحال المشكله مزيان ملي كنت نسجل شي تصادفوني بحال المشاكل مزيان تنقدروا نشوفوا بزاف الحوايج تشوفوهم معايا نمشيو بلون كونطابل الباز بلون كونطابل ونشوفوا هذاك الكونت شنو فيه نشوفو كري ونشوفو شنو اصلا انا داير فيه في بلون كونطاب 34 21 ثلاثة الاصفار جوج طيب قال لك واش تشوفو كاين لكم قول لي وي عطاني تا هو داير فيه نجيب شتي الخطا فين كاين اذا انت انا شنو غندير فيه هنا غندير ليه كرام كرام وندير فاليد اوكي كليون كرام نمشي نرجع الجورنال ديالي رجعت لقيتو تبدل كليون كرام كما تلاحظوا معايا هاد المشكله صادفتنا مزيان باش نوريكم كيفاش اي مشكله تصادفنا كيفاش تلقاو ليها الحل ديالنا من بعد دابا شفنا لا بونك وشفنا ندير بغوياغ بعدا باش نسجل شفنا كيفاش نسولديو لي فورنيسور في لا بونك ولي كليون في لا كاس نفس لوبيراسيون تنسولدي الكليون في لا بونك ولا في لا كاس نفس المساله عندي كما شفتوهم لكن تبقى عندي حاجه وحده ان لي بون ما تكونش فيهم التي فيا و تدوز ديريكتومون في لا كاس بحالاش مثلا نمشي لا كاس ديال ندير لا كاس ونمشي لا كاس ديال شهر جوج مثلا نمسح وندير 28 جوج يعني اخر دات في شهر جوج 28 شهر 02 طابيلاسيون هنا هذا الشهر هذا مثلا شهر جوج مشينا شرينا
فورنيتور دو بيرو سيلوات اقلام شرينا لي بابي لي غاميت بابي يعني الفورنيتور دو بيرو طبعا فورنيتور بوش لينا حنا من عند واحد المكتب هذيك المكتب عطاتنا بون 500 درهم ديال السلعه عطاتنا عليها بون ب 500 درهم ما فيش تي فيا البون تندوزو ديريكت في لاكيس ما تندوزوش في لاشا وعاد نسولديه في لاكيس لا اي حاجه ما فيهاش تي فيا تدوز ديريكتومون في لاكيس البون غيدوز ديريكتومون في لاكيس فورنيتور دو بيرو وغندير انا لاطات ديالها مثلا شينا نهار 15 ندير 15 02 طابيلاسيون وندير نيميرو دو كونت 61 22 7 4 اصفار 3 اصفار باش نكمل جميع الارقام 61 22 7 اشاف فورنيتور دو بيرو ونزيد 3 اصفار باش نزيد باش نكمل 8 ديال الارقام طبعا قال لي انا ما كاينش عندك هاد الكونت مزيان غندير طابيلاسيون طبعا كيما ولينا عارفين وندير وي ونسجلو ونكتب اشا فورنيتور دو بيرو اشا فورنيتور دو بيرو ندير فاليد اوكي داني هنا نو نمشي عندي اول حاجه لي بيلي كليكي في لي بيلي حيت مادام فاليديت الكونت هذا سوديني لي بيلي لي بيلي غندير هنا خلصت انا غندير ريغلومون بون نيميرو مثلا نمره 13 ياك وغندير شكون هما اللي شريت من عندهم اللي كاين سينيه الكاشي ديالهم في البون مثلا مكتبه سميتها المنار المنار يعني ريغلومون بون نيميرو 13 المنار المنار هو الفورنيسور من مكتبه الفورنيسور اللي باعوا ليا فورنيتور دو بيرو طبعا انا هنا خلصت فلوس خرجوا من عندي من لاكاس هذا الكونت غيكون في الديبي وندير 500 درهم ندير اونتري نفس لا دات هنا الا بقيت غادي ودرت النيميرو دو كونت ماشي مشكل لكن درت كونتر بارتي تبقى احسن وتعطيني هنا فين درت لا كونتر بارتي بقى عندي واحد اللين خاوي حد جاك تكتبت فيه هنا شنو خصني ندير نكليكي هنا وندير افاس ودابا ولات عندي لوبيراسيون ديالي عاديه 61 22 7 اجا فورنيتور دو بيرو دوزنا لي بيلي ديالها 500 درهم ولا كاس خرجت منها 500 درهم وبهاد بهاد الاوبيراسيون هادي غنكونو عرفنا كيفاش ندوزو نسولديو فورنيسور او كليون في لا بانك وفي لا كاس وكيفاش ندوزو حتى البون الا كان عندنا ندوزو ديريكتومون في لا كاس ونديرو بغويير ما نساوهاش السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.